ازيكم؟ انا عمرو طاهر، جو فيتنس ترينر. اكيد كل واحد فينا كان عنده احلام نفسه يحققها من زمان من هو صغير. طبعا انا ما اتولدتش فيتنس ترينر، انا كنت في الاول كان عندي احلام تانية خالص. كان نفسي ابقى طيار، وبعدين عرفت انه المصاريف بتاعتها عاليه قوي، يعني up to 300,000، فكان الموضوع صعب بالنسبه لي ان انا ابروسيد حاجه زي كده. دخلت في حاجه تانية، انا كنت شاطر قوي في الرسم، ففكرت ان انا اخش امتحان الفنون، كنت في ثانويه عامه، للاسف برضو ما نجحتش. دخلت كليه تجاره، بس قبل ما اخرج كليه تجاره كنت عارف ان في حاجه اسمها تربيه رياضيه في جامعه حلوان. جيت اخد الخطوه، لقيت كل الناس يعني او عيلتي كمان كان عندهم كونسيرن في حته ان انا ابقى في تربيه رياضيه، او ما شافوها من ناحيه المجموع، يعني ان هي كان مجموعها قليل، فلكن انا بالنسبه لي كانت مستقبلها حلوه قوي لان حاجه اكيد انا بحبها يعني. فمهم دخلت كليه تجاره غصب عني، فقعدت فيها حوالي سنتين في جامعه حلوان. كتر شويه معقدين، لقيت حد منهم بيقول لي انا عيطت على حاجتين او زعلت على حاجتين، ان انا والدتي توفت، وان في واحد من الطلاب جاب امتياز، وهو مش بيعيط من الفرحه، هو بيعيط انه متضايق يعني. فلما عرفت حاجه زي كده قررت ان انا احول من الجامعه خالص واروح جامعه عين شمس. في الفتره دي كان في شويه يعني ups and downs، كانت والدتي مريضه بسرطان، الوقت ده كان صعب قوي، بس الحمد لله عرفت اوفق ما بين الامتحانات وان انا ابقى واقف جنبها فتره تعبها وكده. 2005 اتخرجت، سعيد في شركات كتيره قوي، منها شركه كبيره قوي اسمها برايس ووتر هاوس كوبرز، دي شركه مراجعه، اكبر شركات مراجعه. كان عندنا امتحان، عملوا لي قبل الانترفيو كان في امتحان، رحت امتحنته، وكان امتحان تشالنجينج بالنسبه لي يعني، كان صعب جدا، بس الحمد لله عديت. من هنا بقى ابتدى مشوار اللي هو الطبيعي بتاع اي حد، حلم بقى اتحقق ان هو اخيرا في اشيفمنت حصل. قعدت على المكتب بفتح بقى اللابتوب، قالوا لي ده الرولز، دي السيستم، ودي الفاينانشال ستيتمنت 1 2 3. فضلت قاعد بقى ايه بتابع الدنيا هتمشي ازاي معايا. بعد 3 سنين بعد ما اخلص شغل بجري على الجيم، يعني كان لازم احس ان انا امتى اخلص شغل عشان اخرج. لقيت ان انا مش في الحته اللي انا عايزها، قلت لهم انا هسيب الشغل، قالوا لي انت مجنون، قلت لهم اي ونت تو بي فيتنس انستراكتور. يا نهار ابيض، قالوا لي بقى لا الموضوع كده انت خرج من ايدك خالص، احنا لازم نقعد معاك، انت اتجننت، انت مجنون، مش عارف ايه. قلت لهم لا، هو ده اللي انا شايفه وده اللي انا حاسه. رحت سامي علوبه، ابتديت عندها، اديت كلاسز. كنت انا بحب الصلصه قوي، بحب ارقص صلصه، وبعدين تعامل ديمونستريشن لسامي علوبه، كلاس فيتنس ميكس اوف صلصه ميرينجي تشاتشا وحاجات كده. شافت الكلاس تاني يوم قالت لي تبقى معانا على السكادر. جت شركه كده من لبنان، جم عملوا تعاون مع سامي علوبه في حته الجروف فيتنس اسمها ليزملز. انا شباب بحب رقص، فلقيت حاجه اسمها بودي جام، ميكس اوف هيب هوب اند هاوس ميوزك وحاجات كده، فقررت ان انا اخش الموضوع دوت. المفاجاه بقى في الموضوع ان هم لقوني unexpected، يعني الريزلتس اللي خارجه من او الفيدباك من التو انيشال تو دايز اوف انيشال تريننج، قالوا لي عمرو يو باس ذا اكزام اند يو هاف تو دو يور دي في دي. المفروض ان انا بحط كاميرا زي 45 درجه كده وبريزنت الكلاس كله 55 مينتس. متخيلين بقى طبعا كم الضغط النفسي ان انا بقى قاعد حاطط كاميرا 45 لمده 55 دقيقه 45 درجه، ومفروض ان انا بقى مركز طول الفتره دي، كوتشنج تكنيك كونكتنج اون بيت، فيجوال فيربال كيوز، ببتدي اشرح للبارتيسيبنتس اللي قدامي ازاي يروح يمين يروح شمال. فكان الموضوع بالنسبه لي كان اول مره احس ان انا على الستيج. دخلت بعد كده حاجه اسمها بادي كومبات، ميكس اوف مارشال ارتس فيتنس ورك اوت. انا اصلا كنت بلعب كاراتيه وانا صغير، فكان عندي ميول كده قتاليه، بحب انا الحاجات اللي فيها الفنون القتاليه وكده، فقررت ان انا اخش البادي كومبات، ومنها نقلت على البادي بامب، ومنها دخلت بقى ايه كل شويه الاقي بروجرام اروح داخل فيه. وفي الفتره دي ابتديت جالي اوفرز كتيره من كذا حته، جولد جيم ان انا ابقى جروب فيتس مانجر فور تو برانشز، ورحت في 2014 و اي ديزايند 2017 از ريجنال ديفلوبمنت جروب اكسرسايز مانجر، ودي كانت اخر حاجه كنت وصلت لها. ومن ساعتها فكرت ان انا او البيلد اب او الفايند ماي اون ستوديو دانس فيتنس ستوديو، وعملت باس مونكي ستوديوز. فلقيت نفسي في الجروب فيتنس الموضوع بقى متشعب قوي، عندي اكتر من بروجرام بدرسه،
عايز عندي هدف حاليا ان انا احققه، وعايز اوصل المسج لكل الناس من ناحيه الجرو فيتنس. ايه اللي ممكن نقدر نعمله خلال حياتنا اليوميه؟ ازاي نقدر نحضر كلاسز بشكل يومي؟ ازاي نحافظ على صحتنا؟ ازاي نحرق كالوريز؟ ازاي نقدر نبيلد اب ماسل بالشكل السليم؟ حاجات كتيره قوي هكلمكم فيها المره الجايه.